وإحنا من خلال نظرتنا وبرنامجنا الرئاسي رؤية نؤسس وننظر لتأسيس غد أفضل للجميع. مهما تكون الاختلافات، مهما يكون التنوع، حنا نتعهد باش نكون رئيس لكل الجزائريات والجزائريين. حنا نتعهد باش نبنيو بلاد تتسع للجميع، بلاد قادرة تطور وتكبر بتنوعها الثقافي، ثرائها اللغوي، بأصالتها وتقاليدها، بلاد قادرة تطور وتترقى بانفتاحها على العالم وبتمسكها وبتشبتها بأصالتها وتقاليدها.